اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمستمعين. معكم الآن في هذا اليوم أعزائي المشاهدين سأسرد لكم قصة شاب عاش فقيرا معلما وفتاة غنية ثرية، جمع بينهم رابط قوي قد لا يتكرر إلا بمعجزة إلهية. وهاكم القصة. مشاري هو شاب في 31 من عمره من أسرة متوسطة طبقيا، لكنه رصد بيتا في منطقة راقية. ومشاري هو الولد الوحيد لأسرة مؤلفة من أبو مشاري وأم مشاري وأخته خولة، وكانت أسرة محافظة ومتدينة. لكن مشاري لم يكن كذلك، كان لاهيا لاعبا ماجنا، يشرب الخمر ويتعاطى الحشيش. ورغم حزن أبيه ودموع أمه التي لا تنقطع ورجاء أخته له بأن يترك ما هو عليه، وكان كثيرا ما يدخل إلى البيت مخمورا مترنحا ليسمع دعاء والده له في غسق الليل الأخير له. وقد كان ذلك يؤلمه، لأنه كان في كل مرة يقرر فيها التوبة يأتيه أصحاب السوء ويسحبوه معهم نحو أسفل الهاوية باتجاه الضياع. لكن مشاري كان لديه جانب مشرق في حياته، كان شديد الحب لوالديه وشديد البر لهما، فهو نور عينهم وبهجتهم ووحيدهم، وهو الذي سوف يحمل اسم العائلة من بعدهم. كان مشاري يطعم أمه بيده، ولا يدخل أبوه الحمام إلا وقد وضع الشاب مشاري لأبيه النعل بقدميه وينتظره ليتوضأ ليعطيه المنشفة. ورغم فرحة الأب ببر ولده، إلا أن نظرة الحزن والدمع لم تفارق عينيه الذي لم يفتأ يدعو له في كل صلاة. وكذلك أمه المرأة الكبيرة المتعبة التي تقضي جل وقتها في السرير تنتظر ولدها مشاري ليأتي ويوقظها، وهو يقبل قدميها ويمسح بكعب قدمها وجهه ليقول لها جئت تقول له جئت يا نور عيني ومهجة فؤادي، فترفع يدها المرتجفة وتقول له دائما بعد أن يمسكها أريدك أن تمسكها في الجنة وليس في الدنيا فقط يا بني، إنما في الآخرة أيضا. وتدعو له بقلب صادق وهو ينصت بكل اهتمام ويقول بسره دائما آمين آمين آمين. بالمقابل وفي الطرف الثاني من الحي الثري كان هنالك قصر وليس كأي قصر، إنه قصر ملكي لرجل فاحش الثراء شديد الترف، ليس عنده سوى فتاة في 20 من عمرها اسمها زينب. كان هم زينب الوحيد أن تلبس أروع وأجمل الثياب، تركب أغلى السيارات، تتعطر بأروع العطور، وتتحلى بأغلى الحلي، تخرج فقط لتستعرض أمام الناس، سافرة أمام الناس بملابسها الجميلة أمام شباب الحي في كل يوم بعد صلاة العصر إلى المغرب، والشباب على طرفي الطريق كالسكارى من روعتها وجمالها وفتنتها. وكان منهم مشاري، وكان مشاري الذي كان بالنسبة لشباب الحي كان أقلهم مالا وعزا وجاها. وكانت عادته الدائمة إذا رأى سيارتها مقبلة عليه، كان لديه سيارة ديستون قديمة، يبدأ يعاكس سيارتها أو يضرب لها بواري، وفي بعض الأحيان يعاكسها بالكلام المعسول. ويتمشي الأمور هكذا بينه وبين هذه الفتاة التي تعيش في القصر لمدة سنة كاملة دون أن تنظر إليه هذه الفتاة أو حتى تكلمه بكلمة واحدة فقط. وفي إحدى الليالي جاء مشاري إلى البيت مخمورا يترنح وهو حزين مهموم، ويحس بأنه هو الدنيا كلها فوق عاتقيه، رغم أن الخمر قد أفقده توازنه واتزانه، إلا أنه لم يفقده مدى شعوره بالحزن والهم. دخل مشاري على رؤوس أصابعه كي لا يوقظ أهل البيت، وإذ به يرى ضوءا خافتا من باب المجلس
ودون شعور اتجه نحوه ليرى والده الشيخ الكبير راكعا على قدميه يبكي بصمت، ويدعو الله بقلب مجروح، ويطلب من الله ويلح بالدعاء ويلح بالدعاء أن يهدي له ولده مشاري، ويقول يا رب يا رب فإن به خيرا كثيرا. هنالك وخلف فتحة الباب الصغيرة وقف مشاري مفتوح الفم جاحظ العينين دامع القلب مهدود القوى، وقال بصوت غير مسموع آمين آمين، واتجه نحو غرفته غرفتي مثقل الخطى، وطرح جسده المتعب على فراشه، وبدأ يتخيل نفسه بعد أن أغمض عينيه بأنه يحترق بالنار يحترق بالنار، ويشرب الماء المغلي، ويضرب بالسياط، ويكبل بالسلاسل، وهو يصرخ ويصرخ مستغيثا مستغيثا، وأحس بأن النار بدأت تأكل قلبه. بدأ يبكي ويقول إلى متى يا مشاري، إلى متى، إلى متى هذا الضياع، إلى متى هذا الشتات وهذا الهم والألم، أنا لست سعيدا، أنا حزين حزين حزين. ويبكي 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 بحرقة، وهو يتذكر المعاصي والآثام في حياته، وغفى قليلا. وإذ به يرى والديه وأخته في سفينة بيضاء يبكون وهم يمدون أيديهم نحوه، لكن سفينتهم بدأت تبتعد، وهو يصرخ ويصرخ. وإذ به يغوص في بحر من نار، نار أعوذ بالله منها. فجأة استيقظ كالمرعوب ليسمع آذان الفجر يقول الله أكبر الله أكبر. أحس مشاري بهدوء وسكينة وكأنه لأول مرة يسمع الآذان، فبدأ يردد معه الله أكبر الله أكبر، وقال الآن حصحص الحق، ورفع يديه إلى الله قائلا ورفع إليه يديه إلى الله قائلا ربي تبت إليك تبت إليك تبت إليك، ويبكي ويقول يا رب يا رب. وعلى الفور ذهب بسرعة إلى الحمام، غسل جسده جيدا وتطهر وتوضأ، ثم خرج ولبس أجمل ثيابه وتعطر وجرى مسرعا وكأنه نسمة هواء نحو المسجد. ولكن قبل أن يدخل المسجد أحس بثقل شديد في قدمه، وأحس بشيء ما في قلبه، قال أنا خجول وليس أكثر، كل من في الحي يعرف سلوكي ويعرف انحرافي، لكني سوف أتكل على الله وأدخل. وكل من في المسجد عندما وضع قدمه فيها ونظروا إليه صعقوا، نظروا إليه مجدوهين وكأنهم يرونه لأول مرة، وكان أول من نظر إليه هكذا والذي وقف ضاحكا مستبشرا. هنا لم يكن من أمر مشاري إلا أنه ركض نحو أبيه يقبل قدمه يقبل بطنه يقبل رأسه ويقول له جئتك يا أبي جئتك يا أبي كما تحب وترضى، وكان يرددها كثيرا. الأب يبكي ومشاري يبكي وكل من في الجامع يبكي، والأب يقول أهلا بقرة عيني أهلا بولدي أهلا، الجميع من حولهم يبكون ويقولون الحمد لله رب العالمين. بدأ الجميع يصافح مشاري ويقبله من رأسه مباركا له توبته ورجوعه إلى الله. قرأ مشاري بعد القرآن قبل صلاة الفجر وصلى مع الإمام في الصف الأول، ولم تكن عيناه تكف عن البكاء، لكن دموعه لم تكن أبدا لتخفي الفرحة والبريق والوميض الذي يتفجر من بين دموعه سعادة وراحة بقربه من الله وبعده عن الشيطان. وبعد انتهاء الصلاة جلس يصلي لوحده ويقرأ القرآن، ووالده لا يمل من النظر إليه، وهو يرفع يديه إلى السماء شاكرا تارة، ويسجد على الأرض تارة أخرى حامدا. وفجأة جاء إمام الجامع وبيده سجادة وقرآن وكتاب للأذكار، وقال له يا بني أتيتنا تائبا مستغفرا
وها أنت قد وصلت، وأنا لن أضيعك أبدا. واسمع قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب وهم يعلمون. أحس مشاري بأن هذه الآية وقعت في قلبي الموقع الصحيح، وقال له مشاري: أيها الشيخ المؤمن، ما أسعدني بك، والآن سأصلي الصلوات كلها معك ولن أضيع نفسي، فكن معي. وبالفعل الآن مشاري يصلي الصلوات كلها جماعة، ويقرأ ويحفظ القرآن. ثوبه قصير، لحيته بدأت تطول، رائحته فقط مسك وعنبر، ووالداه راضيان عنه وسعيدان، وهو سعيد ومبتهج. يذهب إلى الاستراحة مع الشباب، ينصح ويتحدث عن تجربته، ويمضي الوقت هكذا لمدة شهرين كاملين. عندما رن جرس الهاتف، قال له الشباب: مشاري، إن لدينا اليوم في الاستراحة جلسة دينية وعشاء ومباراة لحفظة القرآن. وكان الوقت تقريبا ما بعد العصر، أي 4:30. تجهز مشاري، لبس أجمل ما عنده، وتعطر وركب سيارته، وسار باتجاه القصر الكبير في حيهم، ذلك القصر الذي طالما كان يأتي إليه ليغادر فيه تلك الفتاة الجميلة. وفجأة وقف له الشيطان في منتصف الطريق، يريد أن يفتنه، يريد أن يذهب به إلى باب القصر الضخم. وإذ بالباب مفتوح على مصراعيه، والفتاة الجميلة تقف هنالك بثوب قصير وشعر طويل مسدل، وهي بأجمل حلة وأبهى طلة. نظر إليها ملء عينيه مجدوها بجمالها بروعتها، فإذ بها تتجه نحوه وتشير له بيدها ليقف لحظة، ويقول في لحظة ضعف: ماذا تريدين؟ فاقتربت منه وقالت له: كم هير، يعني تعال إلي. واستدارت نحو باب القصر تمشي كحورية حسناء. مشاري يحب هذه الفتاة، يتمناها بل يعشقها. لم يتوقع في يوم من الأيام أن تحدثه أو تنظر إليه، هي أتت إليه، هي تطلبه. وبلحظة ضعف قرر مشاري أن يذهب إليها، وأراد أن يصف السيارة، ومن شدة ارتكباكي أشعل زر المسجل، وإذ بقارئ القرآن يقرأ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وإذ به يحس برعشة قوية في أرجاء جسمه، وهو ينظر إليها تبتسم له وتقول له: تعال تعال، وتومئ بيدها له. فما كان منه إلا أن ضرب بالشيطان بعرض الحائط، وأدار سيارته، واستمر نحو الاستراحة تاركا البنت الثرية خلف ظهره مصعوقة منه. كيف يتركها؟ ومن هو ليفعل ذلك؟ وهي من هي؟ لكن مشاري الآن يسوق نحو الاستراحة. ما كان لتلك الفتاة في عينيه أو قلبه، فقط حب الله ومرضاته. لم يشعر بتلك السعادة من قبل، لقد انتصر على نفسه الأمارة بالسوء، وسعيد فرح مرتاح. لكن حالة الفتاة الثرية لم تكن كذلك أبدا، كانت منزعجة ومقهورة ومتضايقة، وتحاول أن تأكل في نفسها. هي لا تعرف لما هذا الشاب تركها، ألا تعجبه؟ أفيها شيء خاطئ؟ أسمع عنها ما هو شيء مخزي؟ لماذا فعل هذا؟ منذ سنة وهو يحاول محادثتها،
أو أخذ نظرة حتى ولو من طرف عينه. لماذا؟ لماذا الآن عندما أرادت هي أن تتقرب منه تركها وذهبت وسيطرت الفكرة على رأسها، وفي النهاية أرادت أن تعرف ما هو السبب، واستطاعت بطريقة أو أخرى الحصول على رقم جواله وحاولت محادثته، لكنه عندما عرف أنها هي المتصلة قال لها: ماذا تريدين؟ فبدأت تتكلم بطريقة أو أخرى ولم يعجبه نمط الحديث فأقفل الجوال، لكنها لم تيأس، اتصلت مرة أخرى فأقفل الجوال، ثالثة أقفل الجوال، وعندما كررت اتصالاتها قام بكسر الشريحة وأراح نفسه وقام بتبديل الجوال، وهي عندما يأست من الجوال لأنه لم يعد يرن خطر ببالها فكرة أخرى، تلك الفكرة كانت تدور حول من حول طريقة مبتكرة لتتقرب من مشاعره، فقامت بعقد صداقة قوية مع أخته الصغرى، تقربت منها كثيرا في أقل من شهر، وكانت كثيرا ما تسألها عن أخيها مشاري وعن سلوكه، فعلمت أنه حسن الخلق، طيب القلب، مرضي الوالدين، فزاد تعلقها به، وفي النهاية دون أن تشعر وقعت في حبه، وصارت أخته صديقة قوية مع زينب، إلى أن جاء الوقت وصارحت زينب أخت مشاري بأنها تريد أن تتحدث مع أخيها بأمر ضروري، تريده في مسألة تعتبر حياة أو موت. اقتنعت أخت مشاري بكلام زينب، وفي النهاية أجبرت أخوها أن يتكلم معها، وبالفعل ذهبت أخت مشاري إلى زينب، إلى تلك الفتاة الثرية، ولكنه هذه المرة أعزائي المستمعين لم يسمح لتلك الفتاة زينب بالحديث معه إلا لأنه يعلم أنه ليس بمقدورها أبدا أن تثنيه عن توبته أبدا، فحب الله في قلبه أكبر منها بكثير. ذهبت الأخت لبيت زينب وقالت لها حديثه على الجوال وأنه وافق أن تتحدث معه، فطارت من السعادة، أخيرا أخيرا رضي مشاري أن يحدثها، أخيرا ستسمع صوته. وبالفعل رن جرس الهاتف وقال: من؟ قالت: أنا زينب. أنت مشاري؟ قال: نعم هذه أنا، تفضل. قالت: ماذا تريدين مني يا أختي؟ عساه خيرا ولا يغضب الله. فقالت له بصوت حزين: هو حنون، لماذا فعلت هذا بي؟ فقال لها مشاري: وماذا فعلت بك؟ قالت: أتذكر عندما ناديتك؟ أتذكر عندما طلبت منك أن تأتيني؟ لماذا أدرت ظهرك لي؟ لماذا تركتني؟ لماذا فعلت ذلك؟ ألا أعجبك؟ ألست كما تريد؟ ألست أنت الذي كنت في كل يوم تعاكسني وتلاحقني وتتمنى كلمة رضا مني؟ ومشاري يسمع ولا ينطق ببنت شفة، وأكملت حديثها قائلة: أنا والله فتاة تحب الثياب والتباهي، لكنني شريفة وعفيفة، لا أحدث الرجال ولا أعطي رقمي لأحد، فقط أنت من هز قلبي ودق بابي، ودق بابا كان مقفلا ظننته لن يفتح. ماذا فعلت ذلك بي؟ والله يا مشاري أنا لم أكلم شابا من قبلك، ولم أعطي رقمي لأحد، فقط أنت شيء ما يشدني إليك. فقال مشاري: اسمع يا أختاه، سأصدقك القول، والله على ما أقول شهيد، عندما ناديتني هممت بالذهاب إليك، لكن جاءتني إشارة من الله، وسمعت من المسجل قوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وجعل يبكي وهي تبكي
يبكي وهي تبكي حتى انقطع الكلام بينهما، ولم يعد كل منهما يسمع من الآخر إلا صوت البكاء. لقد كانت لحظة إيمانية صادقة امتصت زينب من الشاب الصالح مشاعر التائب، وقالت بصوت متهدج: إني أشهد الله وأشهدك يا أخي أني تبت إلى الله عز وجل، ولن أعود إلى فعل ما كنت أفعله. وأقفلت الخط. أحس مشاعر بسعادة فائقة لأنه كان سببا في هداية تلك الفتاة، ولم يعص الله معها بشيء ما. مرت 8 شهور على توبة زينب، وهي الآن تبدأ بحفظ القرآن في دار قريبة من قصرها، بل وتحث الجميع من حولها على طاعة الله ورضوانه. وآن للقلوب المحبة أن تلتقي. عندما اتصلت زينب الفتاة الثرية بمشاري الشاب العادي البسيط، وطلبت منه أن يتقدم لطلب يدها للزواج، لأنه السبب في هدايتها ولأنها تحبه فهو مكمن الحب في قلبها. لكنه أجاب بقلب حنين بأنه قليل الحيلة وضعيف المادة، والفرق الطبقي بينهما كبير، وأين للشمس من الأرض. فقالت له: إذا أنا أخطبك. وبالفعل في نفس الليلة أتى والد زينب ووالدتها ليخطبوا مشاري لابنتهم. إنهم يشترون السعادة لها، ولو رأيتم وجوههم أعزائي المستمعين لم تصدق كم كانت السعادة تقفز من بين عيونهم ودقات قلبهم تنبض، وهم يقولون بكل فخر: نحن نريد ولدكم لابنتنا. إذ قال أبو زينب: من جاءك ترضاه خلقا ودينا فزوجوه، أنت الأفضل خلقا ودينا والأقرب لابنتنا. وبالفعل كانت لحظة رائعة أن اتفقت الأسرتان على موعد لتحديد يوم الزفاف، وكان الزفاف في قصر زينب. عندما دخل مشاري في يوم الزفاف مع والده ووالدته وأخته إلى داخل القصر المنيف الضخم، لم يستطع أن يحبس نفسه أبدا عن البكاء الشديد والتنهنه من كثرة البكاء. فخاطبه أبوه: لِمَ البكاء يا ولدي، لِمَ؟ فقال مشاري: آه يا أبي، آه يا أبي، انظر إلى هاتين القدمين. كانت على مدار سنة كاملة تأتي لباب هذا القصر لتعصيه، والآن ها هما تدخلان بنفسهما داخل القصر لا خارجه، لأخرج منه زوجة معي على ما يرضي الله. الله، انظر إلى عظمة الله وكرمه. لقد أعطى مشاري ما لم تره عين وما لم تسمعه أذن. هو الآن صاحب شركة ضخمة، يركب سيارة فخمة، لديه 5 صبية متعلمون ويخدمون الدين. زينب قرة عينها بزوجها الصالح المحب الذي يدير مالها ويحافظ على سترها ودينها، وهي الآن صاحبة دار دعوية كبيرة تدعو الناس إلى الله. ما أجمل أن يكون الإنسان قريبا من الله ويكون الله في قلبه وعينه وسمعه وعمله في عمله. يا أعزائي المستمعين، اللهم ارزقنا الحب الحلال، اللهم ارزقنا العيش الحلال، اللهم أتم علينا بالنعم الحلال. وهنيئا لمشاري وزينب اجتماعهما على حب الله. شكرا لكم أعزائي المستمعين والمشاهدين على حسن إصغائكم لقصة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.